كاد الورق المصنع من نبات البردي أن يدخل طي النسيان، لكن قرية القرموص بمحافظة الشرقية إحدى محافظات دلتا النيل بمصر أوجدت له في وقتنا الحاضر مكان لتحوله إلى مصدر دخل لأغلب سكانها. بروح أجيب عيدان من الغيط الصبح وقطعها على المتوب، والبنات تشرخها اللي هي شرايح. البلد كلها هنا بتشتغل في البردي، لأن البلد أول بلد بتشتغل إيه، بتجيب بتصنع البردي على مستوى الشرقية أو على مستوى مصر على كلها. البردي دخل القرية عن طريق رجل كان شغال فنون جميلة، وبعدين جاب شتلة البردي دي فانتشرت في البلد هنا، والبلد كلها عادت بتشتغل في البردي ده. الزرعة دي بتفضل على مدار السنة كلها، نقطع منها أخد الشرايح دي ببطسها، البطاس ده بطري الشريحة بخليها لينة كده علشان إيه يعرفوا إيه يرصوها. بعد كده بعد ما الشريحة بتبقى مستوية اللي هي بتبقى لينة يعني، بروح جاي حاططها في الكرول. الكرول دي بنحط عليه مية برضو، يعني بحط مقدار كرول كده على المية وانزل الشرايح دي فيها عشان تديني اللون اللي انا عايزه، اللي هو بيبقى مطلوب مني الورقه لونها كذا. بعد ما البنات بترص العصره ديت اللي هي بيبقى الورق، احنا مسمينه عصره عندنا، العصره ديت بتبقى مثلا هي 50 ورقه 100 ورقه حسب العصره اللي هي بترص، بدخلها المكبس ديت بعصرها وبطلعها. الورقة بتنشف خالص، بتتخذ من هنا، بتطلع بقى مرحلة تانية اللي هي ايه المطبعة. المطبعة دي بتعمل الطبعة اللي هي ايه اخر حاجة علشان تنبع بعد كده الورق.